الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وتوقفنا في الأسبوع الماضي عند الكلام على السح وفرقنا بين السح وبين المعجزة وبين الكرامة وأثبتنا السحر نوعين وبينا هذه الأنواع في السحر اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة مهمة قد أنكرها كثير من أهل البدع ورد الأحاديث الصحيحة فيها على قائلها والمستدلين بها ألا وهي مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي سحر أم لا والذين يردون هذه الأحاديث هل معهم حجة في ذلك أم لا ثم نبين بعد ذلك الكلام فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجن وخلق الجن أقول السحر قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دلالة ومعجزة من المعجزات ودلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الله أن للسحر تأثير وأن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله جل وعلا قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فأفاد هذا النص الكريم أنه السحر يضر وأن السحر يؤثر وقد بينا أن السحر لا يقلب الحقائق لكنه يؤثر في الظاهر وفي الجوارح يعني ممكن يؤثر على القلوب بالهم والغم لكن لا يقلب الحقائق وأيضا يؤثر على العقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحر وثبت ذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أنها قالت كان من سلم يخيل إليه أنه يأتي أهله وما يأتي أهله وفي رواية أن السلم قال استبتيت ربي فأتاني فجاءه ملكان ملك عند رأسه وملك عند رجله يقولان ما بال الرجل قالوا مطلوب قالوا من صبه قالوا يعني من سحره قال لبيد بن الأعصم حتى شفاه الله من ذلك ولم ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من لبيد لعلة وحكمة بينا مغزاها الأسبوع الماضي الغرض المقصود قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وثبت أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وما يأتي أهله وهذا إذا ثبت ثبت بالنص الصريح والشرع من الله جل وعلا الوحي وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من يوحى فإذا ثبت فإن الله ما يسمع شيئا إلا وله حكم بليغة في هذا الصنيع والله حكيم عليم وأثر هذا الإسم نرى من دقق النظر فيما يعني تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم من سحر أن له حكم وحكم بليغة جدا منها أولا الرد القاطع على أهل التصوف والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك أن الله جل وعلا يثبت للناس ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا من جلدتكم من بني البشر من بني آدم يتأثر بما تتأثرون به يأكل ويمشي في الأسواق يجامع بل يضر بالأمراض من يسحر كما تسحرون فهو بشر وهذا رد قاطع على المتصوفة الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق طبقة البشر وخلق من نور لم يخلق من ماء وطين فمن الحكمة البليغة أن السلام قال أن الله جل وعلا قال لهم هذا هو النبي الرسول يحدث فيه ما يحدث الذين خلقوا من ماء وطين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات ورحمة من رب العالمين للعالمين أنه أرسل منهم رسولا يدعوهم إلى الله جل وعلا حاول هذه الحكم طفع الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم المادة مادة الشرك وليحافظ على التوحيد لا تتروني كما أطرق النصارى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله إذ أن الذين غلوا في عيسى ما قالوا أنه خلق من ماء وطين بل قالوا هو الأقاليم الثلاثة واشتقوا من الأقاليم الثلاثة هذه قالوا أنها نور من الله جل وعلا ونسبوا عيسى لله جل وعلا أيضا أهل التصوف فعلوا ذلك هم قالوا
محمد لم يخلق من ماء وطين، خلق من نور، ثم ارتقوا بعد ذلك ان يعني نسبوه وسموه بالربوبيه والالهيه كما قال طعم هذا لما قال لا يعني ومن دينك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، والعلوم علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأين الله؟ ولذلك عقه ابن رجب قال هذا الرجل يعني جن في عقل هذا الرجل ما ترك لله جل وعلا شيئا، جعل كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سحر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم البليغة فيها أولا إظهار بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر كما تتأثر البشر ويمرض كما تمرض البشر. دخل كما في الصحيحين دخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا يتألم ويتوجع، فقال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، فقال نعم إني أوعك مثل ما يوعك رجلين منكم، فقال ذلك أنه لك يا رسول الله مثل أجل رجلين منا، قال نعم. والغرض المقصود والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك البشر، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرقى من ذلك كثرة رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاد يقتل في غزوة أحد وتعرض للقتل لولا أن الله جل وعلا أنزل في كتابه حتما أمرا مقضيا والله يعصمك من الناس. الغرض المقصود أنه يوعك كما يوعك البشر ويحدث فيه ما يحدث البشر، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي يسحر والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن الله جل وعلا ليهودي كافر حاقد حاسد يمكن له من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حكم بليغة من هذه الحكم أولا بشرية الرسول وأنه يتأثر كما يتأثر البشر. الثاني من الحكم البليغة في ذلك التشريع للبشر، انظر ودقق النظر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سحر الله جل وعلا بعدما شفى قال استفيت ربي فأتاني فجاء الملكان، غرض المقصود بعدما أخرج من البئر السحر الذي عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاه الله ماذا فعل؟ أقتل لبيب؟ مع أنه حد الساحر كما بينا أن حد الساحر أن يضرب بالسيف ويقتل إما ردة على التفكير السابق وإما حدا، ولم يفعل رسول الله تشريعا للأمة ليبين الأمة أن المسألة وإن كان فيها أمر وإن كان فيها شرع فالمرء ممكن أن يتنحى عن تطبيقه لعلة ولحكمة أبلغ وهي مقاصد الشريعة. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد حتى لا تتألب عليه الأمم وحتى لا يقول الناس اليهود يقلبون عليه الناس يقول يقتل الناس بغير حق ولا إثبات في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لمقاصد الشريعة لم يقتل لبيد، فهذه من الحكم البليغة أيضا تشريعا لهذه الأمة أنه يمكن للإنسان أن ينحي الحد حتى الحد ينحيه لعلة أو لحكمة أو لمقصد من الشريعة. ولكن في ذلك في عمر بن الخطاب أسوة حسنة، عمر بن الخطاب عطل بعض الحدود لعلل وحكم مقاصد لعام الرمادة شبه الناس إذا يقتصرون على الطعام ولا طعام لهم ويمكن أن يسرقوا من بيت المسلمين نفسه، وهذه شبه تدرع بها الحدود. الغرض المقصود أن هذا كان أيضا من التشريع للأمة للعمل بمقاصد الشريعة. أيضا من الحكم البليغة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم بلاء بلاء واختبار ورمحيث لإظهار أهل الدين هل يصدقون ربهم أم لا وقلوبهم تتطمن على الإيمان بحق أم لا، إذ أن الله جل وعلا إذا اختبر اختبر القلوب وقال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله جل وعلا ليختبر صدق المرء ينزل عليه البلايا الفتن سترة حتى ينظر في صدقه وتصديقه ومن أصدق من الله قيلا، هو يتلى عليه ليل نهار قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيسحر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فتفتتن القلوب كما حدث للأغرار الأغمار من المعتزلة وأهل البدعة والذين ينفقون في أبواق المعتزلة في هذه العصور كما سنبين، يفتتنون ذلك يقولون رسول ومعصوم كيف يفتت هو عبد لله جل وعلا أجل وعلا ويسحر، فيفتن الله جل وعلا ليغرب للناس حتى يخرج نقاوة الناس بلاء وافتتان واستخبار أو اختبار حتى يكون اللفظ دقيق واختبار للبشر. ولذلك قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فهو فتنة ليميز الله الخبيث من الطيب يرتقي الطيب عنده وينزل الخبيث في صفوف المنافقين في الضرب الأسفل من النار. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر، وهذه الحكم أو بعض الحكم التي أوصلنا الله وما خفي كان أعظم وأعظم وأعظم، إذ أن حكمة الله لا يصل لها عبد ولكل شيء فعله الله حكمة بليغة لكن يوصل الله يعني لها من شاء من عباده. أنكر هذا الثابت ثبوت الجبال الرواسي
في البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله أنكر هذا الحدث العظيم الذي حدث لنبي الله صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا بعض المبتدعة شرذمة من أهل الأهواء من أهل العقول الذين يختبرون شرع الله بعقولهم العطبة، يأخذون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يمررونها على العقول، إن وافقت العقول وهضمتها العقول أخذنا بها وإلا نحوها جانبا، يقدمون العقل على النقل، المعتزلة وأجيال المعتزلة كما يعني في عصورنا الأبواق الكثيرة في الفضائيات وغير الفضائيات والذين يتزعمون يعني أهل الإسلام المستنير على قيد، طبعا له ملاحظات هذا الكلام لكن الإسلام المستنير على لفظهم وقيدهم وكلامهم، يقولون يصحر النبي، كيف يصحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو صحر النبي إلى ليس المعصوم، ونقدح بذلك في إيش؟ في نبوته وفي رسالته وفي تبليغ هذه العلة الواهية التي أوهى من بيت العنكبوت الذي يعني تمسكوا بها. قالوا لازم أن نثبت هذا الحدث العظيم أن الإنسان لم سحر أنه ليس المعصوم، وإن كان ليس المعصوم إذن لن يبلغ تماما البلاغ، وهذا قدح في النبوة نعوذ بالله من ذلك. وكثير من المتكلمين في هذه العصور ينكرون هذا الحديث، يردون على البخاري روايته ويردون على مسلم روايته بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لأن هذا قدح في النبوة وقدح في التبليغ وفي العتمة. ورد عليهم من وجوه، أبدأ أرد أن يتصدى لهم متصد لا يجعل لأسنة ورماح أهل البدعة يعني قائمة، وكما دائما أقول للإخوة وطلبة العلم شمس البدعة قد أشرقت وغزغت ولن يتصدى لها إلا طلبة العلم، لذا عز في هذا الزمان ونظر أهل العلم الذين يؤثرون تأثيرا صحيحا بث الجذور في الأرض هو الذي ينبت، إذ أن التأصيل العلمي والدراسة المنهجية تنشئ لنا من يحافظ على الدين وتبقى الأمة بخير إن بقي فيها علماؤها. هل مؤمن متصد؟ وعامة الرد عليه من وجوه ليس من وجه واحد. المسألة من الأول، المسألة أن المعتزلة وأجيالهم في هذه العصور أنكرت حديث البخاري ومسلم حادثة سحر النبي، وقالوا لازم إثبات سحر النبي أن النبي غير معصوم، وإذا قلنا غير معصوم إذا لن يتم بلاغه، وإذا قلنا بأن للسحر تأثير عن السلم فإنه يختلط معه ما يبلغه، حاشا الله، يبقى الدين مش محصوم. هذه عن الشبهة التي أوردوها علينا، وهي حقا لو محط النظر ستجد أنها أوهى من بيت العنكبوت، لكن أنا أريد سيوف قطعة لهذه الخيوط العنكبوتية. طب ولا خنازير يعني ولا عصي حتى، ترجم للغيب، ترجم للغيب. هو رد عليه من وجوه مسطرة، يقول إلا النذر اليسير وهذا من النذر اليسير، حيرجع عليك هذا الإشكال، يقول هناك أحرف يسيرة قد انتقضها البرق اثنين وبزرعة وكثير من الأشياء، هو يقول لك هذا الاختلاف مش هذا يعني. نعم طيب، هو رد عليه من وجوه، أول وهذه الوجوه أن تتمسك بالشرع، كلما تستنير بضوء الشرع كل ما هم فيه ظلام وكل أسنة ورماح يتمثلون بها كلها مكسرة أمام الشرع. أولا نقول لهم لما تنفون ما أثبته الله، ونحن متعبدون لمن؟ لله. مربوبون لمن؟ لله. فما أثبته الله فهو ثابت، وما أثبته رسوله فهو ثابت لا يغيره شيء بحال من الأحوال. أولا قد ثبت بالدليل الصريح الصحيح وبالشرع الذي يقبله العقل وهو من النقل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فإذا ثبت ذلك فليس لكم أن تنفوا ما أثبته الله جل وعلا، وليس لكم قوة في هذا ولا قبيل في هذا، وإلا لازم هذا الفعل، إذا نفيتم ما أثبته الله وقعتم تحت طائلة الآية ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أنتم تخالفون مفهوم هذه الآية وقوة هذه الآية، إذ أن الله جل وعلا قد أثبت شيئا وأنتم تصدقونه فأثبتوا هذا الذي أثبته الله جل وعلا. هذا أول وجه لابد أن تتمسك به، الشرع، الشرع قاسم ظهر أي مبتدع، ولذلك أنا أنصح أي طالب علم أي مبتدع يجادلك لا تخرج ببنت شفه من فمك إلا قال الله قال الرسول، فيحار في أمرك، لن يستطيع أن يجادلك، ضوء الشرع قاطع يحرق كل مبتدع. فالآن أثبت الله جل وعلا أن للسحر تأثير، حيث قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذ مفهوم هذه الآية ومعنى هذه الآية، مفاد هذه الآية أن السحر له تأثير بإذن الله جل وعلا، وقد أذن الله أن يتأثر رسول الله بحكم بليغة أفردنا بعض الكلام عليه. ثاني ثبت بالنص الصريح الصحيح الذي لا مدخل للطعن في إسناده بأسانيد كالشمس متفق عليه بين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وقد تأثر بالسحر
صلى الله عليه وسلم، فقد أثبت الله شيئا وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم. وجب عليكم إذ أقررتم أنكم من عباد الله أنكم تستسلمون لأمر الله أن تثبتوا ما أثبته الله ورسوله، وليس لكم سبيل للنفي عن هذا. الوجه الثاني أن نقول العصمة عصمتان، عصمة في التبليغ وعصمة في الأمور الدنيوية، يعني عصمة أخروية وعصمة دنيوية التي يعني يقررها كثير من الإخوة، ألا وهي العصمة الأخروية أو العصمة الدينية، وهي المقصودة بقول الله تعالى والله يعصمك من الناس. وإلا لوقعت في التكذيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وكاد يقتل في احد، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع على جمله وعلى بعيره وجحشت ورثه، والنبي صلى الله عليه وسلم مرض. فاذا قلت بان والله يعصمك من الناس والواقع يبين لك ان الامور الدنيويه تقع عليه، قد كذبت بالايه. والصحيح انك تقر بهذه الايه والله يعصمك من الناس، يبقى تضيق هذا الاطلاق، تضيق هذا الاطلاق ان الله جل وعلا يعصمه في ايش؟ في البلاغ، في التبليغ. في التبليغ حتى لما جاء الرجل المختلط السيف اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله والله يعصمك من الناس لن يقتلك. لما؟ لانك الان لك وقت ستبلغ فيه البلاغ التام حتى يتم هذا الدين. قال من يعصمك مني؟ قال الله. توقع السيف من الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من يعصمك مني؟ قال كن خير آخر صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود والله يعصمك من الناس مفاده على مساله التبليغ، اما الامور الدنيويه فان الله يبتلي بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا غرو ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض حتى انه لما مات قال احد العلماء مات بتاثير السم الذي اكله من اليهوديه التي يعني لطخت كتف الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما نهس منها نهسه اخبرته انها مسمومه. انا تقول ما زلت ارى ذلك في لهات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات متاثرا بالسم، وكان يضع يده في الماء ويضعه على راسه ويقول سبحان الله، بشريه سبحان الله، إن للموت لسكرات. فيكون الله يعصمك من الناس العصمة الأخروية، العصمة من أجل التبليغ، وإن كانت عصمة دنيوية يبقى العصمة من القتل من أجل الأخروية، وهي إيش؟ التبليغ. فالعصمة بالتبليغ، وأدلة ذلك متوافرة متضافرة كثيرة جدا لا تحصر في كتاب الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال جل وعلا والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت من قال لكم ثلاثة من حدث بهن فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية، من قال إن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية أو فقد كذب. ثم استدلت الأدلة التي تكلمنا عنها قبل ذلك، وقالت في الثانية وهو محل الشاهد قالت ومن قال لكم أنه لم يبلغ فقد أعظم على الله الفرية أو فقد كذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ وقد بلغ صلى الله عليه وسلم تمام البلاغ، وقال في حجة الوداع ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالعصمة عصمتان، عصمة من أجل التبليغ وعصمة بدنية أو دنيوية، فهذه غير مطلوبة، وأن يسلم يقع عليه ما يقع على البشر. والعصمة الأخروية للتبليغ حتما لابد تكون من يسلم، لأن الله قضاها وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مفعولا. أنا عبد الله بن عمرو في الأدلة التي سنفردها الآن، هذا أول شيء. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إلا في التبليغ، إلى البشر يعتريه ما يعتري البشر إلا في التبليغ. ما الدليل على ذلك؟ مع أنه أقر بأنه ينسى كما تنسون، قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. عند البلاغ العصمة ممحضة، العصمة محض العصمة موجودة للبلاغ والتبليغ. هذا الوجه الثاني الذي يبينه أن العصمة يعني عصمتان. وأقول في الوجه الثالث الرد على هذه الشبهة الضائعة السائهة الاستبدال الذي هو أوهى من بيت العنكبوت. استدلوا بقول عائشة وكان يأتي أهله وما يأتي أهله، قال هنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله وما يأتي أهله. قلنا لهم الرد على هذه الشبهة من وجهين، الوجه الأول تفسيره كان يأتي أهله وما يأتي أهله في إثبات وفيه إيش؟ نفس، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم ويأتيه العز ويشتهي أهله فيذهب ليجامع أهله فيربط، يربط عن ذلك وتكون العزائم وتكثر الهمم على الجماع، وهذا واقع مشاهد كثير من الناس الذين لبس عليهم او جاءهم الصرع، فانهم اذا ارادوا الجماع يربطون على ذلك، يربطون عن اهاليهم. فهذا معنى الوجه الاول، انه النبي صلى الله عليه وسلم يهم وعنده العزم ان يجامع اهله ثم يربط عن ذلك وتكثر الهمم فلا يجامع اهله. الوجه الثاني نقول ان هذا من باب التخيل، كانه مرض كالصداع
كشيء في البطن او القولون او غيره مرض من الامراض تخيل ان المسلم كان يعني اذا قلت في هذا العصر حديث احلام اليقظه كانه جامع اهله ولم يسجد له ذلك لم يتحقق من جماع اهله صلى الله عليه وسلم كاحلام اليقظه يجلس المرء يفكر في شيء فيسرح مع هذا الشيء وهو لم يكن واقعا قد وقع والنبي صلى الله عليه وسلم نفس الامر كان فيه ذلك ده الجواب الثاني الجواب الثاني انه لم يتحقق واقعا يعني لم يجامع اهله واقعا لكن كان يتخيل ذلك من اثر السحر فهذا رد عليهم على هذه الشبهه والصحيح الراجح كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وهذا السحر وقع عليه والله جل وعلا له في ذلك حكم هذا اخر ما نرد به على المعتزله والابواق التي تذاع الان بان سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولم يقع واذا وقع السحر فضح ذلك في تبليغه وفي رسالته حاشا لله ان يكون هذا من الحق بمكان بل هو من الباطل بمكان افهمتم عائشه بالنسبه لحديث عائشه قالت كان ياتي اهله وما ياتي اهله فقلنا التاويل الاول كان ياتي اهله يعني عنده العزم ان ياتيها ثم بعد ذلك اذا قارب ليجامع اهله ربط عن ذلك وهذا واقع مشاهد خطرت الهمه وهذا واقع مشاهد ويدل عليه اللفظ لان ظهر اللفظ هو قال ياتي اهله وما يأتي أهله يعني يأتي أهله يعني يبتدر نفسه حتى إذا أراد أن يأتي فلا يأتي ودليل ذلك من اللغة قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن يعني إيش يعني إذا أردت لا فاستعذ بالله وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه معناه إذا أردت أن تقرأ نفس الأمر يعني أراد من سلم أن يأتي أهله ثم ذلك يربط عن هذا فلا يجامع أهله والأمر الثاني أو التأويل الثاني أن هذا كان من باب التخيير الشيطان يخيل له ذلك وسنبين في مسألة الجن والصرع وإنكار أيضا أهل البدعة في أمر الصرع لأنه سيأتينا الآن بما روي في أمر الجن أيضا فيه أن الشيطان له قدرة وقوة ليخيل الإنسان أمور هي لم تقع لكن كأنه يحلم بها فهذا هو التأويل الثاني وهذا آخر شيء في الكلام على السحر طبعا حل السحر بالسحر أو النشرة هذه الأمور ليس مجال تفصيلها الآن بعد ذلك انتقل إلى ما روي باب أو سياق ما روي عن السلف في أن إبليس خلق من خلق الله جل وعلا الجن سمي الجن لهذا لاشتمالهم يعني باستثارهم ولأنهم يعني أخفى ما يكون عن الإنسان قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الجن خلق من خلق الله جل وعلا خلقوا قبل البشر أو قبل بني البشر المدة حددها بعض العلماء بعشرين أو بأكثر وهذا لا دليل عليه والصحيح الراجح أنهم خلقوا قبل البشر لكن ما نعلم المدة ويستدل لذلك قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحملك ونقدس لك هذا قياس من الملائكة وهذه دلالة على أن للملائكة أحسن أن الملائكة إيه أقول إن في ناس بينكرون الملائكة يوم تكون لهم عقول هذا عقل لأنهم قاسوا والقياس كما فسر ابن كثير أنهم قاسوا على ما سبق يعني قاسوا بني البشر على من سبقهم وهم الجن الجن هم الذين أفسدوا في الأرض فقاسوا عليهم وأيضا في بعض الروايات أن إبليس هذا ذكرها أيضا استئناسا نذكرها ابن كثير أنه إبليس دار بآدم عليه السلام ولم ينفخ فيه الروح فدخل من فيه فخرج من دبره وقال والله إنك لضعيف لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت أنت علي لأسكننك فإذا لا أنه مخلوق قبل أن يخلق آدم مادة خلق الجن غير مادة خلق البشر فقد خلقوا من مارج من النار من لهب أسود مختلط بالسواد لهب مختلط بالسواد قال الله تعالى والجن خلقناه من قبل من نار من نار السموم وقال جل وعلا سورة الرحمن والجن وخلق الجان من مارج من نار كما قال العلماء هو المختلط اللهب المختلط بالسواد وايضا لما يعني تنطع هذا القائس قياسا فاسدا لا اعتبار له ابليس سيد القائسين قياسا فاسدا عندما اعترض على ربه في السجود وقال اسجد لمن خلقت طينا ثم بين العله قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فماده خلق الجن من نار وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من النور وخلقت الجان
من نار من النار وخلق آدم مما ذكر لكم. فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لكتاب الله وتصديقا لكتاب الله أن مادة خلق الجن من النار. ففيهم خفة ولهم أصناف، يعني هم كلهم ليسوا سواء كبني البشر، يعني الهيئات مختلفة. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطيرون، إذا له أيها يطيرون، هذا صنف مختلف في الخلق مع الآخر، فصنف يطيرون وصنف حيات وكلاب، أو نقول أصل الخلق واحدة لكنهم يتهيئون أو يتكيفون بكيفيات مختلفة. قال وصنف حيات وكلاب، وألحق شيخ الإسلام تيمية بهذا القطط السوداء. الكلب الأسود قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، وسنبين أن بعض الفضلاء ينكر أن الجن يتمثل في الكلب. قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان يعني شيطان الكلاب، كما أن الإنس شياطين شياطين الإنس والجن، وهذا مردود كما سنبين. غرض المقصود قال ابن تيمية والقط الأسود يدخل مع الكلب الأسود حيات وكلاب، والصنف الثالث يرتحلون ويضعنون، يعني هم طوافون. هؤلاء الصنف الثالث من الجن يرتحلون ويضعنون، الضعينة يرتحلون رحالة، هم رحالة جايين. فهذه أصناف الجن. إذا مادة خلقهم النار وأصنافهم مختلفة، والجن مكلفون هم كمان البشر، لهم الثواب إذا أحسنوا وعليهم العقاب إذا أساءوا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الاستثناء هنا ممكن تنزع الماء والإلا، يبقى إذا اثبت قول الله تعالى خلقت الجن والإنس ليعبدون، انزع الإنس وأتم الجنة. لو في خارج القرآن ماذا تقول؟ خلقت الجنة ليعبدون. إذا الحكمة من خلق الجن هي العبادة، فهذه دلالة على أنهم مكلفون، لهم الثواب عليهم العقاب. بل مكلفون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، بل حتى في النكاح إذا قمنا بوجوب النكاح للمنكر نسحب الحكم على الجن أيضا، لأنهم مكلفون ومخاطبون بفروع الشريعة. وقد ثبت عن ابن مسعود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن وأمرهم ووعظهم وذكرهم، والقرآن أصرح من ذلك وأرقى دلالة. قال الله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ونحن نتقاعد. نحن أولى بذلك منهم، وهم عندما سمعوا وانقادوا وفهموا عن الله قول الله للعلى ذهبوا لينذروا قومهم. أي صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، هذه دلالة على أنهم مكلفون. نعم، وأيضا هم أصناف من حيث الظلم ومن حيث الحقد والحسد، من حيث الإسلام والكفر والعطو في الكفر، فمنهم الجن ومنهم العفريت ومنهم المارد، هم أصناف أيضا في ذلك. قال الله تعالى على لسان الجن أنهم قال وأنا منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق حددا. وقال أيضا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهؤلاء أيضا يعني أصناف من الجن، منهم المسلم ومنهم الكافر، حتى نقول إن المشروع لو كان طلع بجن مسلم لك أن تخاطبه كما سنبين، لك أن تخاطبه وتقول له قد ظلمت اتق الله واخرج، كما سنبين أن الصرع موجود حقا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج من السحر وعالج من الصرع وأخرج الجني من الإنسان المشروع الملبوس الممسوس، يعني رغم أن هؤلاء المبتدعة الذين يردون ذلك كلهم. مسألة مهمة يعني بنمر بإجازة على عمل الجن، إن هو ما رأى رجل الحديث لا يثبت وجود الجن فقط. والمسألة المهمة منها أن الجن له فقه وله علم ويعلم، وقد ورد ذلك صريحا لأروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه الجن، فاقه فقها في مسألة فعلمه إياها. هذا الجن الذي جاء متمثلا في سورة الرجل يشرف، كان أبو هريرة كما في الصحيحين رضي الله عنه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فكان يأتي يأخذ من الصدقة فيأخذ بي ويقول سأأخذك على رسول الله، فأقول دعني عندي عيال ويكذب عليه، ويأتي في الليلة الثانية والثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا فعل صاحبك، ثم بعد ذلك في الليلة الثالثة قال لا بد أن أخذك على رسول الله، فقال دعني وسأعلمك كلمات
ينفعك الله بها. ثم علمه قال لا تنامن، او قال لا اذا اخذت مرجعك فاقرأ آية الكرسي. فقه عالي ايضا. قال اقرأ آية الكرسي فما زلت او ما زال الله يكون لك من الله عليك حافظ بهذه السورة او بهذه الآية. فلما ذهب ابو هريرة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لك؟ قال لي قال لي كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وهو الكذوب، يعني صدق في تعليمك هذا، وهذه اصبحت سنة من هذا الجني الذي لا نعرف اسمه، جزاه الله عنا خير الجزاء. اصبحت سنة باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ان نتعلم من هذا الجني اننا لا نريد حتى نقرا آية الكرسي، والفضل فيها لفقه هذا الجني المجهول الاسم عندنا. فايضا لهم علم. تبقى مسألة من الجن، هل الجن يستمتع؟ هل يتزوج الانس؟ وهذه تاخذ مجلة او مضحضة مجلة. كثير طبعا من الذين عقولهم تخور ولا يستطيعون ان يقبلون هذا، يعني اسأل الله يعني ان يقروا بالشر، والا ان يبتليهم الله بالصرع، وان يدخل فيه 100 جن مش جن واحد، حتى يقرون ويقروا بهذا الشرع القويم، لانهم يردون احاديث صحيح عن سلم ويتمطعون ويقولون هذا ليس بصحيح. اقول الجن يمس الانس، قبل ان اقول يمس نقول هل له ان يتزوج؟ يعني الجن ممكن يتزوج الانس؟ طبعا يا سعد من تزوج الجنية ان قلنا بصحة هذا، لانها ستأتيه كيفما شاء على اجمل صورة. ما تقول لا؟ انا اقول نعم، انا اقول لك نعم لا هو ان يتزوج. حتى اصلا يلغزون لمسألة فقهية، قول الامام مالك جميع ذلك يا محمد انت تترك من البشر واذهب الى الجنة. الغرض المقصود قول الامام مالك في مسألة فقهية، فقيل له يتزوج الجنية الانسي، قال ماذا قال؟ قال كيف يعني اصلا اقر بهذا؟ قال اكره هذا. فلما سألوه عن العلة قالت اتي المرأة حامل فنسألها تقول من زوج الجني، اين الجني هذا ما رأيناه؟ فيدخل ايش؟ تدخل الشبهة على الناس في ذلك. كل امرأة تأتي ان كانت تفعل في حاجة تقول زوج الجني، فقال اكره ذلك. طبعا تقرير الامام مالك على الممكن يكون في زواج وان يكون في ولي وشهود هذا قول منه، وان كان بعض اهل السنه والجماعه يقولون بهذا، لكن نحن نقول انه لا تجاوز الان، ولا نستطيع ان نقول بالتجاوز، لكن نقول بلازم التجاوز التناكح بلازمه، وهو ليس لازم النكاح. الكل متزوج ولا الكل عزب؟ الاستمتاع لازم من النكاح الاستمتاع، للجنية ان يستمتع بالانسية والانسية يستمتع بالجنية حقا وواقعا واقسم ربي. يعني انا لمست هذا واقعا، الجنية يستمتع بالانسية والانسية يستمتع بالجنية، وعندي في ذلك الاثر والنظر. اما الاثر فقد قال الله تعالى ويا معشرهم جميعا، ويا معشر الجن والانس قد استكثرتم. فقال اليوم الذين ربنا استمتع بعضنا ببعض، هنا استمتع بعضنا وجه الدلالة، هذا وجه الشاهد، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هذا وجه الشاهد، وجه الدلالة، وجه الدلالة. أقول وجه الدلالة، أقول وجه الدلالة من الآية صارغة العين، وجه الدلالة من الآية يا إخوة أفضل، وجه الدلالة من الآية وجه الدلالة إن لله وإنا إليه راجعون. طب أنا سأبين لكم حتى يعني ترتقون، ربنا استمتع بعضنا ببعض، نعم تمتع الجني بالإنسي لأنه يخبره بالغيبيات بالكذبة بالكلمة التي يفترقها ويجب عليه ما يكذب، هذا المقصود باستمتع بعضنا ببعض. أيوة أحسن. طب وجه الدلالة على العموم كيف؟ كيف أدخلتها الآن في العموم؟ طلبة العلم ايش النكرة فين؟ لا طيب ماشي، انا اقصد لا ابحثوا عنها، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. هو اصلا الفعل من اي الفعل لا لا مش آية نعم المصدر ايش؟ متعة صح؟ المتعة، المتعة إذا جاءت السياق يبين مسألة إن المتعة هذه نكرة ليست
معرفة وهي تفيد باللزوم العموم، لكن عشان تبحثوا عن النهجرة بسياق الناس مش هتجد، هي أصلا تأخذ من السياق، لأن ربنا استمتع بعضنا لبعض. هذا الفعل ينم على إيش؟ على عموم الاستمتاع، استمتاع بالإخبار، استمتاع بالمتعة الجنسية المعروفة، استمتاع بالاستخبار بأن أنا أستخبر كذلك فيعطيني إياه، أو الاستمتاع بأنه يصنع له الكرامات والمعجزات. فهذه على العموم ربنا استمتع بعضنا لبعض، هذا دليل دلالة على أن الاستمتاع موجود بين الجن والإنس. خذ عندك ما هو أقوى وأرقى في الدلالة أن الجني يفعل ما يفعله الإنسي. قال الله تعالى حور لا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أحمله إنس ولا لم يطمثهن، يعني هذا هو. إذا يبقى الجن يفعل ما يفعله الإنس فيستمتع كما يستمتع الإنس ويجامى كما يجامى الإنس. وهذا واقع. أنا أعرف ناس يعني ممن يعني ألزمت بأن أنا أنظر فيهم وأقرأ عليهم في أمر كده بحكم أن وجدت أنا في مكان لابد أن أنا أقرأ فيه على المرأة. المرأة ما يريد أحد يقرأ عليه، لما تأتيه الجنية في أحسن صورة يريدها ويستمتع بها كيفما شاء، يدخل يغتسل تأتيه في منامه تأتيه، لدرجة أن هو هجر امرأته، ما يأتي امرأته بحلم الأحوال، انتهى الموضوع. ليس أنه يستمتع بالجنية وتأتيه في كل صورة يتخيلها تأتيه في هذه الصورة التي يريدها، وهذا يحرم. أنا نقول حتى لو كان محصنا لا يرجم في ذلك، لو حكمنا فيه الشرع وتأكدنا من هذا وأن لنا، لكن الصحيح أنه يستمتع. نعم يستمتع، لازم النكاح موجود. أما مسألة النكاح بين الجن والإنس هذا صعب، وتفسير ابن كثير في مسألة امرأة بلقيس لما رفعت كشفت عن ساقيها، قالوا وفعل ذلك الأرض المبررة بقوارير حتى ترفع عن ساقيها، لأنه كان يشك أن أباها من الجن. هذا ضعيف ليس الخير، لكن نحن نقول أثرا ونظرا الآن واقعا يستمتع الجني بالإنسي، حقا يستمتع الإنسي بالجني والجني بالإنسي. قال الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يبقى مسألة أخرى، إن كان في الاستمتاع وتحدث الاستمتاع والمرأة ممكن تأتي في منام، حتى بعض العلماء يرجح إن الحلم من الشيطان، يرجح إنه لو رأى في منامه أنه يجامع هذا من تلاعب الشيطان به، هذا تلاعب الجن بالإنسان على الراجح من أقوال العلماء، وهذا عليه جمهور أهل العلم. تبقى مسألة من الجن، هل الجن طالما يستمتع به ممكن يسرع الإنس، يعني يدخل في الإنس ولا ما يدخل في الإنس؟ الصحيح الراجح في ذلك أثرا ونظرا أن الإنس أن الجن يدخل في الإنس، أما بالأثر فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا فالشيطان يدخل في الإنسان. نعم يدخل في الإنسان، له خطة في ذلك، له خطة في ذلك، يمشي في العروق كأنه دماء كالدماء يمشي في العروق. أنت ما تدري خلقه وما تدري عظم أو دقة خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن آدم يجري مجرى من الشيطان، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهي دلالة على أنه يدخل بني آدم. وأيضا قد هذا أثر، أما واقعا فقد ورد بالنص وبالاستنباط. أما بالنص فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عندها غلام قد جن من المس واللمس، يعني حدث له صرع من الجن ويغيب عقله، الجن يغيب عقله، فيذهب عقله مرة يفيق مرة ويجن مرة، مرة الجنون حتى نبينها بحق ليس مكلفا ولا يحاسب عند ربي دلع. عندما يفيق يحاسب، لأن مناطق تفيق العقل. الغرض المقصود اشتكت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني بالغلام، فأتته بالغلام، وهذا رواه الطبراني بسند صحيح، فأخذ الغلام فأدار ظهره فضرب على ظهره، وهي دلالة عن الضرب، الضرب لا يقع على الإنسي بل يقع على الجني، لكن مش كل إنسان. بعض الناس عندهم تشفي ياخذ الحرب ويقتل امرأة، والله وهذا واقعا، رجل من الجهال لا عنده علم فقه ولا علم بالقراءة ولا علم كيف إنه يعالج المشروع، أخذ امرأة وعمال يسد في الجن ويقول اخرج عدو الله، اخرج يا ظالم، ويضرب المرأة على رأسها بالعصا حتى ماتت المرأة، وماتت حقا. انا اقول اساطير، ماتت المرأة والرجل سيعدل، فحلق نصف اللحية وترك نصف اللحية وماشي في الشارع للناس عشان يحسبون انه مجنون، وما مات الا لجنوني حقا والله. فالمسألة تحتاج
لعلم. الغرض المقصود من الضرب لا يقع الانسان, يقع على الجني, لكن للخبير التقي الذي يعرف كيف يعالج المقروء. فالسلام اخذ ظهره فضربه على ظهره وقال اخرج عدو الله اني رسول الله. وفي رواية اخرى قال فتح فيه او افنه ثم قرأ فيه ونفث فيه وقال اخرج عدو الله اني رسول الله. هذا رسول الله. اين المتمتعون؟ اين هؤلاء العقلاء المجانين؟ اين هؤلاء الذين جنوا في عقولهم فيرصدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صرع لم يسلم يخرج الجني. وايضا الامام احمد بن حنبل لما قالوا له هناك مصروع فقال فزنا عليه واذهب به, ثم حرج عليه قال يامرك الامام احمد ان تخرج. تقوى ورع فخرج الجني. وقيل بعد ما مات احمد رجع فيها مره ثانيه. والمراه التي كانت تسرع, وهذا ايضا تصريحا لكن باطل, المراه السوداء التي كانت تسرع وجاءت من السلم فقالت اني اسرع ثم اتكشف. ولذلك لما راها ابن عباس تتعلق باسطار الكعبه وسالها عن ذلك قالت اخشى من الخبيث ان يكشفني. فيا ايش تقول؟ من الخبيث الذي التي قصدته او الذي قصدته؟ الجن الذي صرعها. قالت اخشى من الخبيث ان يكشفني. فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك. شوف فقه المراه التي ارادت الجنه وارادت الستر. فقالت يا رسول الله اصبر ولكن ادعو الله لي الا اتكشف. هذا ظاهر على انها كانت تسرع ولبسها الجن. ايضا ابن صالح اكبر الدجاجله فمن السلم يمر عليه ويحسبه المسيح الدجال لانه لا يعلم الغيب ويختلئ له خلف الشجره فيجده معلق بين شجرتين ويجد له يعني همهمه مثل همهمه الشياطين. فياتيه يختبئ له ثم يقول له تقول له امه يا طاف هذا محمد او هذا رسول الله. فياتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ فيقول ارى عرش على الماء. وياتيني كاذب وصادق. من الذي ياتيه؟ الجن. تعامل مع الايه؟ قال ياتيني صادق وكاذب. قال خلط عليه خبأت لك خبيئه. قال الدخ. هذه بس التي سرقها. فقال الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسا فلن تعلو وقدر. انظروا الى الاستنباط. هذا محل الشاهد. ابن عمر راه في سكه من سكك المدينه فوقف امام ابن عمر فينظر اليه ابن عمر ينتفخ الرجل ينتفخ حتى سد طريق الطريق الذي سار فيه ابن عمر. فذهب اليه ابن عمر فاوجعه بعصاه ضربا وذهب الى حفصه قال اما رايت ماذا فعل ابن صالح كذا وكذا وكذا. قالت له وكيف تضربه؟ اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يخرج من غضبه يغضبها على من؟ على الدجال الاكبر, على المسيح الدجال. فهي قالت حسبت انه يكون مسيح الدجال. قالت لا تفعل ذلك. المهم من الانتفاخ هذا من من؟ من الجن. فهذه ظاهره جدا ان الجن يتعامل مع الانس بل ويسرع الانس. وذلك ابن تيميه كان يقول كنت اعالج امرا فقلت له اخرج يكلم الجن انت ظالم. قال اخرج انت شيخ الاسلام اخرج كرامه لك بسقاط ورع يفتنه. ولذلك قلنا ان المعالج لابد ان يكون فقيها لا جاهلا, اذ انه ممكن انه ينصب له الجن شرف الكفر والشرك والاستعانه به. فان كان فقيها كما يرضي الله. فقال له ابن تيميه الفقيه الحظ. قال له اخرج عدو الله لا كرامه لي ولكن طاعه لله فانك ظالم. يعني اخرج ان هذه مظلمه ستحاسب عليها يوم القيامة. والغرض المقصود ان الجن يسرع الانس. والذين ايضا لا يعقلون هذا يردون هذا الكلام ردا قويا واسأل الله ان يجعلهم يقرون بهذه الشريعة او بهذه الاحاديث الصحيحة سندا ومتنا او يصابون بهذا حتى يعلموا ان هذا هو الحق. الثالث او الاخير ان الجن يأكلون ويشربون ويبولون كما يفعل ادم. وهم يأكلون والدليل على ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه طعام اخوانكم من الجن. العلة يبين العظم من طعام اخواننا من الجن. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد العربي دخل فاكل الصحفة انتهت. اكل كل الطعام الموجود. فقط قال النبي رأيت الشيطان حتى علمه قال سمي الله رأيت الشيطان ياخذ بيده ليأكل معه. في دلالة على انه يأكل. ايضا هو يشرب نعم يشرب. كيف يشرب؟ الله اعلم لانه قد اخفي يعني قد خفي عنه. قال من كنا كان في الصحيحين عن انس بن مالك قال مر رسول الله برجل يشرب قائما فقال له الرسول اتريد ان يشرب معك الهر؟ ما الهر؟ قط. اتريد ان يشرب معك الهر؟ فقال لا يا رسول الله. قال يشرب معك من هو اشر منه الشيطان.
فهي دلالة على أن الشيطان أيضا يشرب، وعندنا أدلة على أن الشيطان يبول كما يبول الإنسان أو غير ما يبول الإنسان، المهم أنه يبول. المشابهة هنا والمشاكلة مشاكلة في إيش؟ نعم فقط يبول كما يبول، لكن هل مثل بول الإنسي؟ لا. ودلالة ذلك نعم حديث الصحيحين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر عنده فلان نام حتى أصبح. طبعا في تأويلان، التأويل الأول قاسي على أهل الدين، التأويل الأول أنه نام حتى أصبح في الفجر، يعني حتى طلع الفجر فلم يقم لله بوتر حتى ولا بركعتين في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءك رجل بال الشيطان في أذن. كثير من العلماء يؤولون هذا الحديث جاءك حتى أصبح يعني حتى طلع الفجر، يعني ما بياخدش قصة من الليل، فحذار من الإخوة الذين لا يأخذون من الليل قصة ولو بركعة واحدة، يعني يقومون لله جل وعلا قانتين له جل وعلا. والتأويل الثاني وهذا الذي رجحه الجمهور وهذا الذي يعني يرتاح إليه قلب الجواهير إليه قلب، وهو فات أو حتى أصبح فلم يصلي الفجر، فلم يصلي الفجر. قال فذكر عنده فلان فات حتى أصبح فلم يصلي، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، فدلالة على أن الشيطان يبول أيضا، والشيطان يمس ويتمتع ويتزوج الإنسي إن صح ذلك، ولن نجد عقدا في هذا، وإلا أين سندعى؟ مشكلة تكون كبيرة جدا لو العرس الرجل الإنسي والمرأة الجنية، هذا فيه الشارع وعلى العقيقة تكون من وين يعني، وهتولد بإيش بالضبط. المهم الغرض المقصود الجني يشارك الإنسي في كل شيء حتى أنه مكلف كما هو مكلف. هذا آخر يعني ما يكون اليوم، وإن كنت يعني أسرع في القول حتى أنهي مسألة الدجال أيضا أتكلم عنه، وأدخل في مسألة التخيير بين فضل بني آدم أو الملائكة، من أفضل ابن آدم أم الملائكة، ثم ذلك ندخل في دماء الصحابة. كنت أريد ذلك لكن الوقت لا يمكن أن يسمح لنا، فالأسبوع القادم إن شاء الله ننهي مسألة الدجال وإنكار بعض أهل العلم الفضلاء من أهل السنة والجماعة إنكار وجود الدجال اليوم، لكنهم يوقنون أو يؤمنون أنه مستهل أشراط الساعة الكبرى وأنه من أشراط الساعة الكبرى، لكن ينكرون وجود الدجال في هذه الأصول، وهو من أفضل من نبلاء العلماء من علماء أهل السنة، وأيضا إنكار أهل البدعة والضلالة بوجود الدجال وتحريف الذين يعني يحرفون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وأن الدجاجلة معناها أهل الكذب والزور، وسنبين ذلك ونرد عليهم إن شاء الله بالأثر والنظر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم آية الربا، آية أحسنت الشيخ، وهذا من الدلالة واضحة جدا. قال الله تعالى هذه احنا أتينا بها من الآية من الأثر من الأحاديث ما أتينا بها من الكتاب، ذكرت الله بالشهادة إن شاء الله. فقال الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل هناك أصرح من هذه الآية من كتاب الله جل وعلا؟ كيف يردون هذه الآيات؟ سبحان الله، إذا أراد الله أن يعمي على أحد عم عليه، وإذا أراد الله جل وعلا أن يدل أحد فلن تجد له هذه. نعم انا حسيت تقول على الزواج الجن والانس، يعني انت الان تبغض بنات بني ادم فعليك ببنات الجن. نعم طيب رضي الله عنه. نعم قالت يأتي اهله ولا يأتي اهله، يعني يريد ان يأتي ولا يربط. التأويل الثاني انه يخيل اليه انه قد اتى اهله ولم يصح، لم يتحقق من ذلك، لم يتحقق من هذا، مش ابليس، هذا السحر بتأثير السحر. ابليس ما يلبس عليه، ابليس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم متمثلا انه اراد ان يحرقه، فربط انه فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يربطه في السريع يلعب به السجان، قال لولا دعوة اخي سليمان رب هب لي حكما ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. ابوها جن، هذا بعض المفسرين قالوا ذلك وسردها ابن كثير وهذا ضعيف جدا.
ما يهم، المهم ان يحدث التجارب، يحدث الاستمتاع، يحدث الاستمتاع. هذا البغل والحصان، الخيل والبغل، الخيل والحمار، يجامع هذا ذاك وينسلون لنا بغلا. فالله اعلم النتاج هيكون ايه. الحمد لله ما فيش نتاج حتى الان. هي قلت لك للبشر ان يتمثل في الانسان، ليأتي الانسان على انه انسان. ابو هريرة ماذا رأى؟ رأى رجلا فقيرا، ما رأى جنيا يطيره من الى السماء مثلا، او رجلا يطير، لا، رأى رجلا يتمثل له في الرجال. وطبعا يتمثل حياته كما بينا الاسبوع الماضي، الحية التي وجدت في مكان المرأة، والمرأة خرجت فقتل ذهبا يقتلها فقتل. قال ما نعلم ايهما كان اسرع في إجهاز على صحيح. احنا بس بنمررها عشان حتى نصل اليك، حتى نصل اليك. في ثاني شيء، صح صح، يحدث يحدث. هم اصلا يعني اللي بيفعل الان المسلم او البشر لا يرى الجن، فبيحدث انه ممكن نذهب. عشان كده احنا بنحذر الاخوه انه ما يبول او يذهب الى اماكن فيها جحر او في الصحراء، في اماكن ممكن يتوقع ان ده مسكن الجن. فهو يفعل الجن جاهل، فيبول يبول الانسان عليه، والانس لم يرى، فهو عقابا له يصرعه. وايضا اذا صب عليه ماء حار، وده مش بالدجل، ده صحيح، اذا صب عليه ماء حار لانه ممكن يكون مسكن منهم الحمام، فياتي الماء الساخن جدا فيصب عليه، ممكن اصلا انه يؤذيه او يقتل منه احد، فللانتقام يصرعه الجن الاخر. يحدث هذا. حاضر حاضر، انا معك حاضر. وطبعا ده هيرتبط بايش؟ لان احنا بنقول في شروط في المعالج، من اهم هذه الشروط قبل التقوى الاخلاص لله، ثم التقوى، ثم العلم. الثلاثه، ان لم تجتمع الثلاثه فلن تجد حل لمسالتك. اقول يقدر ان شاء الله ان كان تقيا. طيب 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 أعرف أهلكوها، ما هذا هو حل السحر بالسحر، ما طلعوه وبعد ذلك سأنبئك والله على المنبر هنا، أو أنا أباهلك هنا، ستجدها أشد من الأول سوءا، سترى ذلك. إذ أن هذا حل سحر بسحر، ولا أدخل في الكفر والشرك، هذا يؤذيها أكثر ما يصلحها، هذا يوقع الناس في الشرك أساسا وأصالة، لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، وقعوا في الشرك والله وقعوا في الشرك. أسأل الله أن ربنا يغفر لهم ذلك. نعم تفضل. هذا الذي لم نره حتى الآن، شوهد وولد، هذا لم نعلم عنه أثر. أنا قررنا المسألة، له أن يستمتع، له أن يتزوج، لم يحدث الزواج، لكن يستمتع، له أن يستمتع. قال شوهد ذلك كثيرا ممكن في عصره، نحن نثق في شيخ الإسلام أننا نقول هذا. ما في شيء، ما انت الان من صين، لو حدثوك بالصين ايش يحدث لك؟ تتأذى، تتغير، ما زال يتغير. طب ايش فيها؟ هو اصلا يأتي المرأة الجنية تأتي على صورة بشر، المرأة ما تأتي على صورة انسية، وهي تتمثل في ذلك. ما قلت لك واقعا موجود، والدليل هو قلنا ربنا استمتع بعضنا ببعض، وقول الله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. هذا هو يعني الجان يطمث، يعني الجان يجامع، حور للانس، فالجن والانس بشيء واحد، اشترك لا تستوي في الحكم. ما في الخدمه قلنا استمتاع يطمثهن يا شيخ، هذه من عظم منا، هذا رجل عجب وهو يدخل هذه المسألة، ايش اسمتهن يا شيخ؟
درس النكاح نحيل المسألة على درس النكاح. طيب هذا هو الله أكبر. وكل الآن بيطلع العين به. صحيح أنت من السنة إذا جمعت أهلك تضع يدك على رأسها وتقول بسم الله الله وبركة. المهم طبعا قولها بصوت واطي عشان نعم لأن أنت تقول شر يا شر ما جبلتها علي هتقتلك هي شر أبدا. ثم بعد ذلك إذا جمعت قل بسم الله فيما حرزكم من الشيطان وحرزا من الشيطان وإلا تعطل الشيطان حتى يرى ما يفعل من آدم. فلابد أن يسمي الله حتى يحجب عينه عنه. نعم لا توافق عقول العقول المختلفة. قال بعضهم من المعتزلة وأجيال المعتزلة قال لو رأى البخاري ما حبش رسول عشان ما يكفرش. قال لو رأى البخاري ما تفعله تبشر ما قال هذا الحديث ما أصلح الله قوما ولا أمرهم رأى. من تبشر يا رجل الذي تجعلك تقول عن البخاري جاب العلم هذا قطح الحديث نفسه لكن خشية على نفسه من الحروب الطاحنة عليه فقال لو رأى البخاري ما تفعل تبشر ما قال هذا الحديث. هم دائما أهل البدعة يفعلون هذا. أنا أقول لك خلاص أنت سيتك السؤال أقول لك ما قاله ابن مسيب أو غيره قال لهذه الأمة أن تفتخر بعلم إيش بعلم الإسلام. هذه الأمة الأمة الوحيدة التي لها المكانة العليا لأن الله أحبها بهذا العلم المتين العلم الذي هو سلسلة الإسناد. رجل يقول حدثني رجل تنظر ترى هذا ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت ثقة ثبت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أبي هريرة إلى أبي بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ائتني بحديث واحد عند النصارى في الإنجيل ولا في التلمود يصل إلى عيسى عليه السلام. ما بين الراوي في الإنجيل هذا متى ولا شوف الأناجيل المحرفة هذه ما بينه وبين عيسى حوالي ربع قرن. واحنا ماذي الاخر راوي يروي لنا يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار ياكل ويشرب ويجلس خارج من النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم على مائدته. فسلسله الاسناد التي تبين الصدق من الكذب. ما اعرف والله الغرض المقصود الذي يكذب هذا انفض ذلك منه. فانا قلت سلسله الاسناد موجوده والعقل موجود والسنه موجوده ومن عنده من العلم من يعني يحاربنا بها فليا ونحن ننصاع له بقال الله قال الرسول. لو صببت ماء حارا في الحوض مثلا شيء او لم انت ما تفعل هذا انتظر وما تفعل هذا حتى لا تؤذي الجن لان هذا مكان جنهم. احنا المفروض كنا نبين المسكن للمساكن يعني المساكن هم يسكنون في الحمامات يسكنون في الاسواق يسكنون في البحار وفي الجحور. اذا سميت الله اولا ورميت ما في شيء سمي الله اولا لكن اذا رميت غيرا سمي الله غيرا انتظر حتى يعني لا يؤذي الجن. نعم يخرج يسمي ويصب او يسمي بقلبه تفضل شيخ. نعم عليكم السلام شيخ. لا هذا ما اعرف هو شيطان لانه مادر على سمى من الانس شياطين شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكر في القول غرورا. لكن الشيطان اصلا يعني هو ماده الشيطان معناه الشيطان شطم مرهزه يعني بعده عن رحمه الله لله مفهوم. الجن هو اصلا انا قلنا هم اصناف جن وعفريت ومارد وشيطان يعني هم اصناف على حسب قوتهم وشرهم. نعم الإنسان المصروع بتقرأ عليه يعني أنت فواتح ما أشد شيء ممكن ليزعجه سورة البقرة آية الكرسي أشد شيء ليزعجه. وإذا أردت أن تجد عليه يجد عليه بآيات أيضا ربنا استمتع بعضنا ببعض وسورة الصفات في البيت والصفات الصفة إلى أن تكون
فالتسعين هم أشد خلقا أما خلقنا إن زينا السماء الدنيا وطبيعة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى النار الأعلى ويقذفون من كل جانب. تكرر هذه أيضا. وأيضا آية حسبتم أنما خلقناكم عبثا وتكررها. والشطر الأخير من سورة الأحقاف واشترفنا عليك نفرا من الجن وقل أوحي إلي والمعوذات وقل والله واحد. وطبعا هذه كالقلت هذا سيف قاطع لكن اليد القابضة المهم اليد القابضة. وإن كان أنت أنا أقول للأخ اللي هو ما يستطيع أنه يدعو إلى الله ما يستطيع أنه يحاوره ما له غير أنه يقرأ يقرأ إذا قرأ سيموت لا محالة. لا طبعا هو يدخل له أسباب كثيرة في الدخول. أول شيء يدخل بسبب السحر لأن السحر نوعان سحر بدون جن وسحر بجن. والثاني يدخل عند شدة التفريط من المسلم يعني ملتزم لكن غفل عن ذكر الله وتقاعس عن ذكر الله ويكون شيطان ما يقبله في مكان ليتربص به الدوائر. فلما يتربص به الدوائر عند الغفلة يتلبس به. وطبعا أشد الأمور هي معصية الله جل وعلا. معصية الله هي التي تجبر الشياطين على الإنسان والشرك وحل السحر بالسحر. أجلالك تدعى للشيطان متمكنا جدا من الإنس تدعى الجن يتمكن جدا من الإنس. هذا نادر يكون على التزام وضبط الأذكار والله جل وعلا يكرهه بالله. فيما نظرت في هذا الرجل رأيت أن للرجل درجة عند ربه جل وعلا لا يبلغها بعمله فالله جل وعلا يكرهه بهذا حتى يرتقي إلى فيصبر فيرتقي إلى الدرجة التي له. هذا هو أنا بعضهم قال الفرح الشديد والحزن الشديد انه بيذهب اسرع عنه فيستطيع انه يدخل لكن انا ما اعرفه ضابطا يخرج لان بعض الاخوه كان معالج فكان بيتعب جامد جدا فجاءت اعترته او اعتورته لحظات قد قصر في طاعه الله وغفل عن ذكر الله فكان يتربص فيه الدوائر فصرعه فقيل انه نقرا عليك قال لا تقراه علاجي معروف فاعتكف 15 يوما في المسجد قيام الليل مع قيام النهار وخرج قول الله سبحانه وتعالى كأنما نشط من عقاب قد يعود عند الغفلة. لها في الطاعات التي يقدمها المرء إذا ذهب إلى مكة وإلى المدينة وقدم طاعات لها أن يعني تساعده في ذلك تساعده. نعم انا قلت ليس موجود لكن اذا قلنا قالها لانه مالك كرهته. نعم هو الاستمتاع موجود بالاثر والنظر بشهوده ايه ايما امرأة جنية نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل 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 وان اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له فالسلطان الجن ان شاء الله ولي له. هو يدرج مننا. يا ربي تحت من الأربع تجي على الأحكام والله تحت من الأربع يبقى عنده ثلاثة من بني البشر وواحدة من الجن أو يأخذ ثلاثة من بني الجن وواحدة من البشر يتاح على هذا الأربعة وثلاثة الإنسية عشان استمتع بدون العقد زنا ويرجى من المرء لو كان محصنا ويجذب لو كان سيدا لو ايه ما هو المصيبه في ايه اعرف واحده والله هذا حق كانت تمتنع عن زوجها كان ياتيها الجن فما تنظر في صوره رجل تحب ان ترى فيه الا ياتيها هذه الصوره. وهذا هي قالت بالتصريح قالت ذلك ليس بالتلميح بالتصريح بين اليقظه وبين النوم. ايش اقول لكم يعني وصل لنهايتها لبالغ المتعة فيها هذا مفاده. لا هذا كلام صحيح يعني هو قول العلم لكن كلام ليس صحيح كلام ليس صحيح. نعم هذا هو
هذه ترجى من شيء للموت حتى الموت والله. لكن أقول لك بالتصريح لا بالتلبيح، تريد بأي وجه يأتيها كما شاء، وطبعا زوجها خلاص تعصب ما تريده، تنفر منه يعني كما تفر منه كما يفر المجذوم، يفر الإنسان من المجذوم. سيب الزواج استمتاع، خلنا في الاستمتاع، احنا نقرر الاستمتاع ولن نشهد الزواج. تزوج جنين، لكن قراره شيخ الاسلام وقرار الامام مالك، فنحن نتبع في الاقرار لكن نقول لن نشهد ونقر بالاستمتاع بالاطع والنظر. استمتاع في استمتاع هو نعم صحيح، حتى الرجل قال شبها ولو كان خيرا لسبقونا عليه. كفانا كل انسان ممكن يتزوج اربعه، الله يفتح عليه يتزوج اربعه من الانس عشان نعم يكفي النساء. هل يستطيع الانس ان الجن يخطف في الانس؟ نعم يستطيع، ياتيهم على صوره رجل فيخطف فيهم، وقد فعلها من قبل، اتاهم على صوره سراقه تذكرون وقال اني ارى ما لا ترون، وهو ياتي حتى لما كان هو رئي لابي جهل ياتي على صوره مره، وهو الذي يخطط له كيف يذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يأس ويخطط الناس. وهناك جن مسلم يدعو، يعني يدعو من وراءه من الجن. نعم، عشان نقص في الجنون، واخشى ان كل واحد يسرع عند الصباح ما يستطيع ينام. انا كل ما نتكلم بين الجن كله يشعر الانوار وما احد ينام في الظلام. والأرقى منه لن يطمثهن جن انت قبلهم ولا جن. طيب هذه ما مخلوقة لإيش؟ ليش ليش يا رجل، هو انت تنحي اهل الدنيا وكمان تنحي اهل الاخرة؟ ما صح هذا. انا نعم مخلوقة للاستمتاع يا رجل، طيب ما هي للاستمتاع؟ يعني هي عامة في الاستمتاع كله، من الاستمتاع انه يخبره بشيء مغيبات، او من الاستمتاع انه ياخذه يطير في الهواء او يمشي على الماء، من الاستمتاع ايضا استمتاع الجنس لانه جزء من الاستمتاع العام. نعم، علامات الجن معروفة شيء، وعلامات السحر معروفة ايضا. نعم، ان ترى في المنام كأن الفأرة يتعقبها، أو قط أسود أو كلب، أو أنها تلقى تطير في الهواء. ما لو تأكد أن السحر عندما يقرأ عليه يبكي مثلا، يعني مقدمات السحر لو عنده واضحة لابد أن يقرأ عليه ويلتمس. طبعا في تفاوت، تفاوت في تفاوت، في شدة من التمكن، في تفاوت شيخ، بس هي الاول والاخر لابد ان هو يدعو الله باخلاص، لابد المسحور او المقروء يدعو الله باخلاص، والثاني يستيقن ان السبب ان كل هذه العلاجات السبب فقط، وان الامر بيد الله جل وعلا، ثم يتخير من المعالجين التقي النقي الورع الذي يرضي الله فيما يفعل فقط، العالم طبعا. نعم يا ولدي اتفضل. طب انا اشي يقدم علينا، كبر كبر. نعم، وابليس هم ما قلنا اصناف، هي ماده الخلق كلها واحده، لكن في مسلم منهم وفي كافر منهم، وفي عفريت طبعا. والدلاله على التخفيف ده الله جل وعلا ايش قال؟ قال وقال عفريت من الجن، يعني ده صنف من ايه؟ من الجن عامه. فغت عن الله. نعم، أربعة ده في 140 راجل، يعني أنا مع الشيخ حفظ الله، الشيخ عبد الله يحفظه، كان في الغرفة في الداخل، وأنا داخل قدرا عصرا فسمعت صريخ شديد، فوجدت الشيخ ملقى على الأرض، والراجل ماشي الشيخ هكذا يتحرك، فأنا ما فعلت غير إن أنا جلست وأذن حتى يعني يرتجف الجن فأهرب، أنا أؤذن من هنا ويشتد الرجل على الشيخ من هنا، الشيخ خرج من الكل، الشيخ يفعل اذكر، كل ما أؤذن يشتد عليه، ثم هذا قرأت عليه ومسكته وتكلم بأكثر من لغة، يتكلم بأكثر حتى مجد لما كان
كنت معك كنت موجود لما شاف المجد تب وقال انت ابن كذا وكذا، فقلت حتى انت من الدين سيء الادب تأدب يا رجل. وقلت نعم يعني عدد نعم انت كان اربعة وخمسة واكثر من ذلك. والله كان بتكلم غير وانا مش فاهم يعني الكلام دي. والله رجعت كل النوبي واسلم عليك. نعم اسلم وبكى والله العظيم اسلم الحمد لله بحب بفضل الله ومن نفسه. احنا مش هنغلق ابواب الجن، فنغلقوها الان حتى ننام على راحه دون خوف ووجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. نعم سبب ما بين سبب صحيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ثاني فيه يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.